يا ريتنا عايشين اخدين الجنسية السعودية عشان نشوف يعني نتمتع بالمتعة اللي هم فيها. احنا بقى كمصريين نفسنا نبقى زيهم. صراحة هو اللي ما تفرجش زي حالاتي فاتوا متعة. الموسم السنة دي يعني اللي انا شفته في القهاوي والناس عندنا في اسماعيلية هنا بقى فيه جمهور متقسم، جمهور بيشجع الهلال السعودي، جمهور بيشجع الاهلي السعودي، جمهور بيشجع النصر. يعني انا شفت ما كريستيانو جاب جون مع النصر جمهور فرح بطريقة مش طبيعية، اكن الدوري السعودي بقى يعني دخل في حياة الجمهور المصري هنا، وناس كتير نسيت الدوري المصري هنا عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني في كل مكان. النهاردة هتكلم معاكم عن نادي الفيحاء وطريقه في دوري أبطال آسيا وفي الدوري السعودي، دوري روشن السعودي. في البداية أنا عايز منك تعمل لي لايك. عايز أقول لكم حاجة في البداية يا جماعة، مش كل مباريات الدوري السعودي بتتذاع عندنا في المقاهي، حتى الآن مش كل المباريات، في أندية معينة مبارياتها بتتذاع، فما بنقدرش نتابع كل المباريات. يعني مثلا مباريات الاتحاد والاهلي والهلال والنصر والتعاون والاتفاق، في مباريات مهمه كده الفرق اللي بتنافس بتتذاع، فبنقدر نشوفها وبنتكلم عنها. وفي مباريات بشوفها بتفرج عليها في البيت كده من خلال النت بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لما تيجي تكلمني على فرق كده تانية، انا هتكلم على حاجه انا ما شفتهاش، فبتبقى صعبه شويه يعني. خلينا نرجع لمرجعنا وفريق الفيحاء. فريق الفيحاء من خلال متابعتي البسيطة لي، فهو فريق كشكل دفاعي قوي جدا. فريق الفيحاء فريق دفاعي قوي جدا، وعاوز اقول لك ان فريق الفيحاء لو عدى دور المجموعات من بطولة دوري او دوري ابطال اسيا، فهيبقى صعب على اي فريق انه يتخطاه، هتبقى الموضوع بالنسبة له سهل. عنده حارس مرمى وعنده خط دفاع وعنده قوه دفاعيه رهيبه جدا. عنده مشكله في الهجوم رغم فوزه في الماتش اللي فات 2-0 في دوري ابطال اسيا، ولكن عنده مشكله هجوميه. لازم يكون في تدعيمات في شهر يناير في الانتقالات الشتويه، الميركاتو الشتوي، عشان تدعيم هذا الفريق القوي. انا من خلال متابعتي البسيطه في دوري روشن السعودي، فريق دخل في مرمى 6 اهداف وسجل 8 اهداف. احنا خلصنا الاسبوع الثامن، لسه ما دخلناش على الاسبوع التاسع تقريبا، الاسبوع التاسع الجاي ان شاء الله باذن الله. من خلال متابعتي ان الدوري السعودي، ان الفيحاء عامل مباريات قويه دفاعيا، ولكن هجوميا خط هجومه بيقول ان انا سجلت 8 اهداف بنسبه بسيطه جدا بالنسبه لقوه خط الدفاع اللي عندك. فدي عايزه مراجعه وعايزه حسابات وعايزه من اداره ومجلس اداره نادي الفيحاء معالجه هذا الامر، لان انت دلوقتي بتلعب في دوري ابطال اسيا، بالنسبه لخط دفاعك فانت عندكش مشاكل. انت لو صعدت في دوري ابطال اسيا من دوري المجموعات وبقابلني بقى اللي هيجي عايز يسجل في الفيحاء جون، فتبقى بصعوبه. فطريق الفيحاء للصعود والوصول هيبقى سهل بالنسبة للفريق بيعرف يخلص المباريات اللي هي مباريات الكؤوس غير مباريات الدوري. الفيحاء في الدوري متعادل المباريات، وهي اللي أثرت معاه في نتائجه وفي موقفه في الدوري هذا العام، لأنه عنده يعني معلش جمهوره ودفاعه وحارس مرمى ومدربه من ناحية التكتيكية الدفاعية قوية جدا، فلازم يكون ليها حل. ده بالنسبة لنادي الفيحاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.